الأزمة الأخيرة اللي حصلت ارتفاع الدولار العراقي، الدولار مقابل العملة العراقية يعني متوقعة جدا. نعم. لأن احنا دائما ندفع ثمن خلافات الدول الإقليمية مع أمريكا، كل معارك أمريكا مع أعدائها سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب العسكري، جعلوا ساحة العراق هي الساحة لتصفية كل حسابات. نعم. للأسف يعني، وأنا أقولها، ماكو إرادة وطنية حقيقية حتى تبعد شعبنا العراقي عن هذه المسألة، وهذه تحدث بها الأخ لأول مرة، يتحدث رئيس المحكمة الاتحادية ويقول غياب الإرادة الوطنية، وأنه يعني مؤسسات الدولة من أصغر موظف إلى أعلى موظف هم يعني عملية الفساد موجودة داخلهم، والشعب ما عنده ثقة بالموظف الحكومي. يعني الأزمة الأخيرة اللي حصلت معروفة، كل الناس كتبت أنه السبب أنه هناك مبالغ مليارات وصلت لإيران بدون علم الولايات المتحدة الأمريكية. أنت سيدتي كلش عارفة وكل العراقيين يعرفون أنه إحنا أموالنا تروح للبنك الفيدرالي الأمريكي، ثم يعني إيرادات النفط ثم تعود عن طريق أمريكا إلى العراق. إيران محاصرة يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، ولكن في السابق كان هناك متنفس مسموح به للعراق أن يعبر منه جزء من عملته الصعبة إلى إيران. هذه هي سياسة الأمريكان في كل الحصارات اللي تفرضها على الدول. ولكن الآن اشتدت العملية عندما الاتفاق النووي يعني وصل إلى مرحلة أن انغلقت عمليات الاتفاق، والتظاهرات اللي حصلت في إيران والقمع اللي حصل، فأمريكا تريد تشدد العقوبات. الحكومات اللي موجودة بالعراق ما التزمت بهذا الجانب، فأمريكا أرادت أن تعاقب الحكومة وتعاقب الشعب العراقي